به إليكم عن مرض أصبح يقتل كثير من الناس، مرض منتشر يقتل الكثير من الناس ولا أحد يدري ما سبب هذا المرض. كان هذا المرض حادثته الأكبر الأسبوع قبل الماضي في حادثة انتحار في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدوا شابا قد انتحر، فقامت الدنيا بالجامعة والقانون، لماذا انتحر شاب في جامعة بمستوى تعليمي جيد في مستوى أسري جيد، لماذا ينتحر؟ فأخذوا يبحثوا، وجدوا أن هذا الشاب كتب ورقة قبل انتحاره كتب فيها أنه انتحر بسبب أن حضور في الجامعة سخر منه أمام زملائه. هذا الشاب كان يعاني من تلعثم في الكلام، يتلعثم في الكلام، فقام ليتكلم عن الدكتور فسخر منه الدكتور لأنه لا يعرف يتكلم. فبالبحث في تاريخ هذا الولد ماذا وجدوا؟ وجدوا أن هذا الولد وهو صغير كان يذهب مع أبيه وأمه، وحدث لهم حادثة اشتعلت السيارة بأبيه وأمه، فأصيب بصدمة عصبية فقد فيها النطق الصحيح. لما رأى منظر والديه يشتعل أمامه أصبح يتلعثم في الكلام من الصدمة العصبية التي أصابته. فانظر إلى الكلمة الخبيثة التي فعلها هذا الطفل في الجامعة حينما سخر منه، كانت النتيجة أنه انتحر. تخيل أن الإنسان يصل إلى أن ينهي حياته بسبب كلمة فقط. وكل منا يسأل كم قتل من الناس يوميا بسبب كلمة؟ كثير من الناس يقول لك في بلد الإنسان نفسه. كم مرة أسرة باتت حزينة بسبب كلمة؟ كم مرة باتت زوجاتك تبكي بسبب كلمة؟ كم مرة قام شجار بينك وبين جارك بسبب كلمة؟ كلمة بها يسعى الإنسان ويحيا ويغتر، وبها يحظى الآخر ويتألم. فجئنا لنحاول أن نعالج هذا المرض الخبيث الذي بدأ ينتشر. ماذا هذا المرض؟ هو مرض الكلمة الخبيثة وكلمة الخبيث. لماذا؟ أولا لأن الله عز وجل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد إلى السماء صاحب المعجزات الذي شق له القمر، كل المعجزات معه، فماذا قال له الله؟ قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا محمد لو كان معك كل هذه المعجزات ولكن اسلوبك وحش مش مستمر. وهو صلى الله عليه وسلم يدعو الى الجنه يغفر له يكون في درجات العلا. فدع يسالك لماذا انا اتعامل في الدرجات السيئه؟ بعض الناس يقول لك: والله هو طيب وكلامه كده بس هو طيب. طيب انا ليه استحيل؟ ايه اللي يجيب الانسان ان يتحمل ضغط كلمات بكيه؟ جاء رجل الى هارون الرشيد قال له: يا امير المؤمنين، اريد ان أقول لك بعض الكلمات ولكنني استغربت عليك. يعني عايز أقول لك بعض الحاجات اللي بتحصل في الدولة ومشاكل، بس أنا عايز شوية معايا. فقال له هارون الرشيد: لا تفهم. قال: اسمعني يا أمير المؤمنين. قال: لا تسمع. هتكلمني وحشة مش عايز أسمعك أصلا، أسمعك ليه؟ إيه اللي يقول لي أسمعك وأنت بتقول لي أي كلمة وحشة؟ قال: لا تفهم. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن الله عز وجل قد بعث من هو خير منك لمن هو أشر مني، وقال له قل له قولا لينا. فبعث موسى وهارون إلى فرعون وأمرهم أن يقولوا قولا لينا، فقالوا: أنا لست أسوأ من فرعون وأنت لست أسوأ أحسن من موسى. فإذا الكلمة سلاح خطير، قد يجعل بعض الناس في أعلى الدرجات من العلا، وقد يهبط بعضهم في أسفل.